لو الحكاية فيها إن فيتو وأن أسدلت الستار على الواقع التي اهتزت لدولها قلوب المصريين ودمعت عيونهم على ناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريرة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق السكة الحديد. وأن يقول ذلك فقد اعتاد المجتمع المصري أن يعيش بين الفينة والأخرى حول الكوارث القومية لهيئة السكك الحديدية أمام ناظر المشرع الذي لم يسعى إلى دفع إلى وضع الجزاء المناسب والعقاب العادل على من أبقوا الشعب وحرموا الأبناء من آبائهم والأبناء والآباء من فلذات أجبالهم. لم يحرك ساكناً لكي يضع حدا لمثل هذه الجرائم التي تهز المجتمع من أركانه، وقد آن الأوان لكي يطلع بمسؤولياته ويضع من العقاب لمكافحة هذه الجرائم والتي تقترف من العاملين في نطاق النقل العام بصفة عامة، وذلك بالنظر في العقوبات التي اشتملت عليها المادة 238 من قانون العقوبات حفظ الله مصر وشعبه. بعد الإطلاع على مواد العقوبات حكمت المحكمة أولا بمعاقبة علاء فتحي محمد أبو الغار بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند إليه، وألزمته بأن يؤدي لهيئة سكة الحديد مبلغ قدره 888,263,226 جنيها و26 قرشا تعويضا عن الأضرار التي لحقتها. ثانيا ومعاقبة كل من أيمن الشحات عبد العالي عبد العاطي سليمان وعاطف نصر يوسف محمد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليهما. ثالثا ومعاقبة كل من أيمن محمد العدس وسامح صبحي بسطروس جرجس ويحيى سعد الدين محمد الكاشف وعادل سيف يوسف علي ومصطفى عبد الحميد محمد نصار بسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسند إليه. رابعا ومعاقبة محمود حمدي توفيق علي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 10,000 جنيه عما أسند إليه بشأن تعاطي المخدر والحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات عما أسند إليه عن باقي التهم. خامسا ومعاقبة كل من محمود فتحي أمين خليل ومسعد رشاد علي علي بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات عما أسند إليهما. سادسا ومعاقبة السيد أبو الفتوح يوسف موافق بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات عما أسند إليه. سابعا ومعاقبة محمد مهدي عبد العال بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات عما أسند إليه. ثامنا ومعاقبة محمد عبد العزيز محمد علي بالحبس مع الشغل لمدة 2 سنوات عما أسند إليه. تاسعا بإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية. عاشرا وفي الدعوات المدنية في حالاتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. رفع الكف. رفع الكف.